الضلالة بالهدى. الأولانية دي في الربع الأولاني، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تعقيبا على النفاق والمنافقين. وجت بعد كده في نفس السورة سورة البقرة قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا، بس ما اشتروش الضلالة بقى، حاجة تانية أكبر من الضلالة كمان، اشتروا الضلالة بالهدى بدعاء الإسلام ونكران الإيمان وعدم الاستقامة على شرع الله. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لما تولوا في الأرض مفسدين، ولما حرفوا دين الله وقتلوا أنبياء الله وحاربوا رسل الله، يبقى باعوا أنفسهم من أجل الدنيا وليس من أجل الآخرة، لذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا من إعجاز القرآن الكريم في الحق تبارك وتعالى. يذكر لنا من صفاتهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال أيضا ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، ودي برضو من كلمات المفردة في القرآن الكريم، الختم الله على قلوبهم. مفيش ختم الله على قلوبهم إلا في سورة البقرة في الآيات دي بتاعت النفاق والمنافقين. في سور القرآن الكريم كلها مرض في القلوب، فزادهم الله مرضا، ودي برضو لم ترد إلا في سورة البقرة من الكلمات المفردة التي تكشف صفات النفاق والمنافقين. لماذا؟ ما هي أحوال النفاق؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، يبقى كذابين في الإيمان. اوعى تكون كذاب في إسلامك، اوعى تكون كذاب في إيمانك، حول إيمانك إلى عمل. أدي الدرس المطلوب من الإعجاز ده، أدي الدرس المطلوب من الآيات دي. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مع الشياطين، مش معاكم يا مؤمنين، لا يحبط عملك، لأن دول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مهتدين أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى الحرب على النفاق وتطهير القلوب من المنافقين في صف المسلمين، وما أكثر هؤلاء الأدعياء للإسلام يولون ظهورهم عن الإسلام وعن دين الله، مع أول معركة ضد الإسلام تجد من يصفر وتجد من يطبل وتجد من يزمر. ناس طالعة وتهاجم شيخ الأزهر وعلماء الأزهر بيردوا على أبو لهب القرن الحادي والعشرين وفرقته مركز تكوين للإلحاد. لكن يا جماعة حرية رأي، يا جماعة حرية رأي، حرية رأي خلق الله. وفي حاجة اسمها حرية انك تنكر تاريخ حضاري 1500 عام أقيم سيرة رسول الله محمد، وفي حرية
حديث رأي، لا احترام انك انت تطعن على ثوابت الاسلام الدين العالمي الذي ارتضاه الله لنفسه دينا وقال ان الدين عند الله الاسلام. للاسف يقول لك احنا مسلمين برضه زيكم. ايه يا جماعه بس يقول عايز يقول يقول ها يقول يقول ده انتوا للاسف بقى لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه مش عايز اقول الكلمه الثانيه بقى. امال الدياسه تبقى ايه؟ يبقى بين المستويات لذلك ايها المسلمون نحن في حاجه الى حرب على النفاق. رجعوا يا ابني ورا علشان رجعوا ورا علشان الارسال هيقف دلوقتي درجه الحراره عشان درجه الحراره. سيب لي التكييف يشتغل لو سمحت. لذلك لابد ان تكون هناك حرب على هذا النفاق، حرب على هذا العدوان على الاسلام، والا ستخترق اولادك وتخترق زوجتك. تفردت بها سوره البقره لكي تربي رجالا ونساء على القدوه وعلى احترام دينهم والمحافظه عليه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون. الافساد في الارض يصير عندهم اصلاحا، والاصلاح عندهم يسير عند المسلمين يسير فسادا وافسادا كما قال فرعون وهو يتهم موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، يريد ان يخرجكم من ارضكم، يريد ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد. هذه تهم الباطل دائما في كل عصر بدعوى القومية وبدعوى الوطنية وبدعوى الاستقرار، يضحون بالدين من أجل مآربهم الدنيئة ويفضحهم الله في القرآن الكريم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون الكرام، ومن الكلمات المتفردة والآيات المنفردة في هذه السورة والتي تدعونا أيضا إلى المسؤولية والإحساس بها والاستعداد ليوم العرض على الله، جاءت كلمة لا تكلف نفس إلا وسعها مرة واحدة في هذه السورة، مع أن السورة نفسها فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن جاءت بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله. لا تكلف نفس إلا وسعها. متى جاءت هذه الآية؟ في معرض الحديث عن الحقوق والواجبات، الحقوق المالية والواجبات الأسرية، جاءت الآية الكريمة لا تكلف نفس إلا وسعها، وجاءت كلمة حقا على المحسنين محسنين، مع إن لم ترد حقا على إلا على المتقين في سورة البقرة. يبقى مرتين، مرة تقول حقا على المحسنين ومرة حقا على المتقين، ما تردش تاني. فكلمة حقا على المحسنين لم ترد إلا في سورة البقرة. هنا طلع لي في 114 سورة آية تقول حقا على المحسنين. لا، عشان تبليه، عشان تعلمنا جت ليه ومين فرضت موضع حقوق النساء وحقوق الأسرة وحقوق النفقة على الأهل والأبناء. جاءت حقا على المحسنين عندما جاء حديث القرآن الكريم عن حق المرأة المدخول بها التي دخل بها وليس لها مهر، فربنا قال ادفع لها حاجة، ما ينفعش كده. ها، حقا على المحسنين، فكن محسنا حتى ولو لم تكن قد دخلت بها. يبقى محسنين جت هنا موافقة لإيه؟ لإحسان. ممكن أحد يقول لك لا أنا أديها ليه؟ وانا كنت دخلت بيها مش مهم مش مديها حاجه. لا، ما بتعاملش مع الناس كده. تعرفت الناس ودخلت بيتهم برضه لازم يكون فيه يعني، ها، خليك انت اكرم، خليك انت احسن. فجاءت حقا على المحسنين مناسبه هنا
لأن يكون المسلم صاحب يد عليا عن طيب نفس، لا أن يكون ملوي الذراع، ولا أن يكون مهضوم الحق وجد في الباقي وحقا على الايه؟ على المتقين في الوصية مع الأهل والأبناء، قال حقا على المتقين، لأن هذا أمر واجب بين الآباء والأبناء وبين الأهل والأقارب.